في أول زيارة له منذ تسلمه عصا رعاية الأبرشية اللاتينية في الأرض المقدسة، ترأس البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين قداساً احتفالياً في كنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي، وكان في استقبال غبطته الأب إلي كورزوم كاهن الرعية والكاهنان المساعدان الأب بطرس حجازين والأب إياد بدر والأب عزام جاسر كاهن رعية الزرقاء الجنوبي وكهنة دونارويني العناية الإلهية وكهنة الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وحشد كبير من فعاليات وأبناء الرعية. في بداية القداس ألقى الأب إلي كورزوم كلمة رحب من خلالها بالبطريرك طوال، حيث عبر عن سعادة الرعية بهذه الزيارة المباركة. تهني أولاً أني وجدت في رعية الزرقاء خطوة نوعية من كل أنواع بالكنيسة وبالفعاليات وبجوقة الترتيل وبالأمهات والأخويات، والحمد لله نرجو أن تكونوا في تقدم مستمر. أما في عظة القداس فعبر البطريرك طوال عن سعادته للاستقبال الرائع شاكراً فعاليات الرعية المختلفة. هذا وتطرق البطريرك في الحديث عن سينودس الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط تحت عنوان شراكة وشهادة، قائلاً في القدس أكبر شهادة للمسيحيين في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. كنيسة القدس هي كنيسة الجلجلة، ولكنها أيضاً كنيسة القيامة، داعياً أبناء الرعية في ختام عظته إلى التعاون والانتماء للرعية والوطن. باسمة السمعان، نور سات، الأردن.